من المؤسف أن تحتاج أمة أول كلمة نزلت في كتابها ودستورها الثقافي اقرأ إلى من يحثها على القراءة. قال أحدهم: يجمع الكثير من الكتاب على أن الكتاب هو الوسيلة الأولى للتثقف واكتساب المعرفة، وبالرغم من أهمية الكتاب في تحقيق الحضارة والتقدم، فإن البلدان العربية بشكل عام تعاني من ضعف القراءة وحب الاطلاع، حيث تشير إحصائيات اليونسكو عام 2012 إلى أن متوسط قراءة الفرد في المنطقة العربية بلغ 6 دقائق في السنة، كما تشير الإحصائيات إلى أن متوسط ما يطبع من الكتب في البلدان العربية لا يتجاوز 3000 نسخة للكتاب الواحد، وهذا العدد لا ينفد في الغالب في أقل من 3 سنوات. هذه الأرقام المخيفة تبرز مشكلة حقيقية في زمن تتدفق فيه المعلومات وتزداد فيه المعارف العلمية، ومع الجهود التي تبذل لحل هذه المشكلة أو الحد من تفاقمها، فإن هذه الحلول في الغالب تعد حلولا مؤقتة لا تقدم تغييرا حقيقيا.